أما هلأ نرمين لفقرتنا الثانية، وفينا نقول أنه أكثر شيء شغال اليوم هو مشاريع الهاند ميد والأشغال اليدوية يلي عم تعكس إبداع صبايا وسيدات بمختلف مجالات العمل. لكن اليوم رح نحكي عن مجال الإكسسوار. عم نشوف اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي بالأسواق في قطع كتير مميزة عم تصنع بكل حب وشغف وحتى يعني أناقة. صح، والبنات عم يحبوا كثير هذا المشروع، عم يبدعوا فيه. هو بالحاله العاديه بتلاقي الصبيه قادره تنسق اكسسوارات او حتى تعمل شيء يدوي بالبيت. اليوم رح نحكي ونضوي على مشروع كثير مميز بقطعه وبافكاره. معنا الصبيتين هدى الحلبي وسماح كاخي، مصممتين للاكسسوار. اهلا وسهلا فيكم وينعاد عليكم. اهلا وسهلا فيكم. بدايه بدنا نبدا معك هدى، خبرينا شو الجديد اليوم بعالم الاكسسوار. هلا شغلات الجديدة أكثر شيء اللي دارجة هي الخرز، شغلات المارشميلو، الألوان كثير دارجة هي السنة بشكل مو طبيعي. طيب رح نبلش هيك نتعرف على موهبة كل حدا فيكم يعني لحال. رح نبلش معك سماح، أيمت بلشتي بموضوع تصميم الإكسسوارات؟ هلا أنا تعرفت على هدى فصرنا رفقات، هي كانت تشتغل بالإكسسوارات. وين بلشت فيه؟ علمتك المهنة؟ اي علمتني الاكسسوار، وبعدين انا اعطيتها فكرة الشك انه نحن نشك القصص الشغلات، وبلشنا بعدين سوا. قديش كنا يعني قديش مبلشين وفاتحين المشروع؟ عم تشتغل لحالكم؟ صار لي بعرفها 3 سنين بلشنا من وقتها، يعني تقريبا بعد فترة قصيرة انا وياها بلشنا، هي بالاكسسوار وانا بالشك وبعدين سوا. يعني خلينا نوضح اكثر شو الشكل اللي بتقصدي فيه، هو الخرز يعني؟ لا، الشكل ستراس يعني، يعني مثل هيك اللوحات. طيب خلينا نحكي عن النماذج اللي مع حضرتك، تشرحي لنا تختاري يعني مثلا الكفر، الكفرات كفر يعني الموبايلات. هدول شو فيهن؟ طبعا الاختيار الرسمي من يعني الزبونة، هي اللي بتختار الرسمة. يعني ما عاد عم نشوف الاكسسوار بس انه حلق وسنسال، لا عم نشوفه على الكفرات كمان، وعم يكون اكيد على الكفرات، على الطواقي، على النبرج، على كثير شغلات يعني. ممكن تحطي انت ستراس بشي طريقه ناعمه يعني، مو ضروري يكون اوفر او يبين كثير. تمام. طيب خلينا نحكي يعني دائما القطع الذهبيه ما بتبطل هدى، يعني بكل عيد وكل ما بتجي لعنا دائما بنشوفها، ولكن بيكون في تطوير عليها يعني. يعني مره فتره معينه درجه السناسل العريضه، الجنازير احنا بنسميها هيك بشكل عام، وهلا عم نشوف في قطع يمكن ناعمه. فخلينا نحكي شو الجديد عم بيكون على القطع الذهبيه اللي عم تستخدميها. هلا هي دائما القطع الذهبيه ما بتبطل، مثل كل مره مثل ما قلتي انا، كل ما بيجي بيكون الذهبي اكثر. حتى هو للعين مرغوب اكثر، ومثل ما قالت سموحه يعني عم نضيف شغلات نحن جديده. عرفتي شو الترتيب؟ هلا اوقات حتى في اكسسوار بينضاف على استراس مثل ما قالت، في شيء عم يكمل شيء اكثر من قبل يعني. يعني مثل هلا هيك الجنازير العريضه مرقت فتره كثير درجوا وبطلت، رجعت هلا درجوا كثير، حتى الموديلات السنس المبرومه رجعت درجت كله درج هدول هلا. تماما صحيح. طيب سماح، نحن اليوم بنشوف بالاسواق بنلاحظ انه الثياب كلها يعني عم تكون الوان فاقعه نوعا ما، عم تكون معرقه، فما بنعرف شو بدنا نحط اكسسوارات مع هدول الثياب، شو الشيء اللي دارج معهم اليوم؟ هلا اذا كان شيء في كثير انه مثل ما قلتي معرق او كذا، بتحطي سنسله ناعمه يعني. مثل شو مثلا موجود شغلات يعني؟ انا مثل هذا شايفه هيك، هذا كثير ناعم يعني، بيطلع وما بيعطي شغلات اوفر. لانه عم نشوف كل ما عم تلاحظي في كثير ملابس صارت يعني اكثر من اكسسوارات. صحيح، في لها اكسسوار اكيد يعني، وحتى لو مو موجود هون في موجود، في اسماء مثلا ممكن او شكل بسيط تحطيه بيطلع كثير حلو. او هيك شيء يعني مثل اللي حاطتها انا، يعني انا ما لابسه لون فاقع كذا، انا حاطه هيك شغلات ناعمه يعني حلوه وناعمه ومو عامله كثير اوفر يعني. صحيح. كمان من الشغلات كونه انت عم تشتغلي بالشك، لوحات صغيره مهضومه عم بتكون، خلينا نحكي عن فكرتهم واستخدامهم، كيف الصبيه ممكن تقدم اذا بتقدمون هديه ولا بالمناسبات، كيف عم تصنعيهم؟ اي هلا ممكن مثلا صبيه حابه تعمل ديكور مثلا بالبيت، في الحبل الخيط الخيش بنحط وبتعلقوا عليه هدول الرسمات، ممكن هيك صور، ممكن صور ذكرى لعائله لكذا، كمان نفس الشيء بنحط لها هون وهي بتعمل الفكره مثل هيك. هدول مثلا ممكن تاخذها هديه لرفيقتها مثلا صيدلانيه. كمان هيك بنشوف هيك من الشغلات الغريبه والمميزه يلي عم بيكون في عليها طلب، النظارات الطبيه او العاديه عم بيكون في لها مثل سنسله، قديش اليوم في اقبال من الناس عليها؟ هلا هي دارجه جدا يعني، دارجه كثير، فالناس كلها هلا عم تحب هيك شيء يعني بشك او حتى بشيء ناعم او ساده. بس الاهميه كمان ثباتيه اللون يعني، احنا عندنا ثباتيه لون يعني الوان مكفوله.
طيب هدى، يعني جابتينا خيارات كثير متنوعه من الخرز، من يعني الاستراس، او حتى اذا بدنا نقول يعني الجنازير مثل ما قلنا باحجام مختلفه. خلينا نحكي كيف بدنا نسقن الصبية. يعني بنشوف كثير صبايا بحبوا الاكسسوار بتلاقيهم عاجقينه، في صبايا بتلاقي انه خالطين كذا موضوع مع بعض، في ناس بيزبط معهم في ناس لا. فشو القواعد الاساسيه اليوم لحتى يقدروا يعني يعملوا طلة مميزة بالإكسسوار؟ شو الشغلات اللي ما يمزج يعني يلبسوها مع بعض؟ تمام. هلا لك في قاعدة إنه في أول شيء الصبية اللي بتلبس القطعة هي اللي بدها تحليها قانون واحدا، الإكسسوار بعمره ما حلى حدا. في صبايا بالعكس إنه لبس إكسسوار أو مثلا ضفت إكسسوار على الطلة فصارت أحلى، هي اللي بتلبسه هي اللي بدها تحليه قانون واحدا. أوقات في صبايا بتلبس قطعة كتير حلوة ما بتطلع لها، هي ما بيكون لها هذا الستايل. يعني في صبايا بتجي لعندي مثلا بتقلي انا ما بحب الاكسسوار، لما بجرب له وبنسق له الموديل بيطلع حلو. هي من الاساس البنت يعني سبحان الله بيقولوا روح، هي روح بالنهايه حسب الستايل، حسب اللبس، حسب طبيعه الصبيه. انت بالنهايه هاي صارت مثل دراسه، صرتي بتعرفي كثير، بتشوفي كثير بهي المصلحه، على الاساس انت بتنسقي وبتطبقي. يعني نحن كل مرة عن مرة نحن بنتعلم شيء جديد، مو بس الزبون هو بيتعلم مننا. طيب نحن مثل ما نحكي بعالم الأزياء أنه بدك نسقي الأزياء حسب شكل جسمك، كمان الإكسسوار يمكن له قواعد معينة. يعني الصبية رقبتها طويلة غير بيكونوا شوي أصابيع تخان، فشو القواعد خلينا نحكي عنهم أكثر. طبعا هلا مثلا هدول الأطوال اللي على قد الرقبة مو أي صبية بالبقلة، لأنه أي صبية هلا في صبايا اسمها بيكونوا معضعين رقبتهم كذا، إذا ستايل الطوق العريض بيطلع احلى، او الطويل، او مثلا مثل هذا الستايل اللي شفتيه هون. اها، عم فزن مبين تمام على كاميرتك صح. طبعا هو اطول من هيك، خلينا نحكي فكرته كمان كثير حلوه، دامج اللولو وال الجنزير واللولو. ايه دارجته للقطع اللي هلا الكاجوال للمحجبات، نحن هلا عم نمشي كثير على ستايل المحجبات لانه كثير عم يطلبوا قصص انه الطوق الطويل ما عم يبين للمحجبه، ونحن انحرمنا نلبس اكسسوار وكذا. عم نحاول نشكل تشكيله مثل ما سموها ضافت الاستراس على القطع. كمان في شغلات بتنضاف مثل اللولو، مثل الحجر هذا الفيروز، انا بيقولوا حجر الحظ. يعني هي القصص كلها لازم تضل منضافه، مثل ما قلت لك نحن بنتعلم مثل ما الزبون عم يتعلم مننا، نحن عم نتعلم اوقات افكار منه. تمام. سماح يمكن نحن هلا جايين على فصل صيف وبتكون اغلب الثياب يعني ساده وسبور، اليوم شو اللي بيلبق لون، شو الاكسسوارات اللي ممكن نختارها معهم؟ هلا حسب اللون طبعا اكيد، بس اغلب اللي هون عندك هلا صيف هدول نحن هيك شغلات، هدول شغلات خرجوا الصيف هلا. ايه هدول بيجي على قد الرقبه. هلا نحن مثل ما قلت لك هدى عاملين شغلات لمحجبات، نفس الوقت عاملين شغلات للبنت سبور. يعني هيك شيء مثلا فيك تلبقي مع ثيابك او مع ثيابها او مع اي ثياب، لانه يعني في كذا نقشه وكذا خرز وفي كثير شغلات. في عندك هدول خلخيل اللي مسكتهم خلخيل، هدولك خلخيل، وفي كمان غيره. هلا ممكن هدول خواتم الخرز كثير كمان يحطوهم مع بعض، كثير عم يطلعوا حلوين وناعمين. هدول الخواتم شفناهم كمان بعدها يعني من كذا سنة الموضة وبعدها مستمرة. خلينا نحكي أكثر كمان عن تنسيقهم، يمكن داخلين هالمرة الحجر الأزرق الفيروز. الحجر الأزرق مرغوب بشكل عام، يعني اللون الأزرق بيرجع على الصيف يعني ما بتبطل موضته من لقيت. أكيد كل الصيفية لازم يرجع، يعني الحجر، العين، هدول شغلات بترجع على طول يعني. فالحجر الأزرق ممكن شغلات في خرز ناعم أحمر كذا، كمان بدنا نمشي مع كل الأذواق يعني. حتى لو نحن بنلاقي مثلا هذا الشيء عادي في عالم بتلاقي كثير حلو وبيعجبها، بنمشي مع كل الاذواق والالوان اجمالا. صحيح، يعني كلنا بنعرف انه شغل الهاند ميد هو بحاجه لوقت كثير كبير، بحاجه لجهد، بحاجه لمواد كمان خرز اليوم. خبرينا اكثر عن الصعوبات اللي عم تواجهكم اليوم. هلا هي الصعوبات لكن لما بيكون في اثنين متفقين كله بينحل، يعني هي عم تكملني وانا عم كملها بشكل انه سموحه كثير هاديه. انا من النوع اللي بستلم الشغلات مثلا شكل استراس انا دائما بستلمه لانه يعني انا بعصب على حالي. هلا تركيب القطع مثل هدول مثلا الشغلات اليدويه اكثر بتستلمها سموحه، لانه سماح هي هاديه طبعه ورايقه على مهله، لو فكت مع الخرزه ما بتعصب. انا اذا فكت معي هيك مش لفه بقعد ممكن تلاقوني قاعده لحالي هيك عم ببكي، فدائما في شيء بيكمل شيء. هلا مثلا عندك مثل هداك المج، هيدول المك تمام، هذا شكل استراس يعني. حتى انتم عاملين المك كمان، هذا المك كثير فكرته تمام، هذا قصته قصه، هذا وصل لعنا بالشحن من منعور ومعمول وكذا ولزبونه، حتى يمكن لاعياد الميلاد كثير بيكون مطلوبه عليه. صحيح، هذا نحن بشك بسيط مننا خفينا كل شيء دفوه فيه
مثل كمان النبريش هلا كمان دارجة موضة انه الصبايا او الشباب بياخذوا معهم نبريش صحي فكرته تماما انه هن محبي الارجيله يعني تمام انه هن بالمطعم له نبريشهم الخاص فحتى هذا ضفنا له لمسه يعني عليه ستريس كمان تماما طيب مثلا اذا رجعنا فكره الماج نفسها انه مو بس شك في رسمه انتم راسمين هي الرسمه تبع الكف هلا اوقات لا مو رسمه نحن ما في طباعه الرسم خلص بتحسين مرق انه هي انه نرسم ورسم ومرق من سنتين وطرش الدنيا على الجواكيت على الطواقي وخلص هلا هي السنه موضه انه اطبعوا لي وشكوا لي حلو وما رحتي انه بدنا كادو حتى اذا لاحظتي بقلب الماج نحن حاطين شغلات هدول تماما هدول هيك للموبايل مثل هيك كمان للموبايل حلو كثير حلوين تمام هدول كمان كلهم شغل ايد طيب عندكم اليوم صفحه على الفيسبوك انستغرام بس ما لها مشتركه مشان اذا الواحد ممكن يتواصل معكم او شيء كل صفحه لحال بس انه كله صار بيعرف انه سماح تاخذ طلب هدى وهدى بتاخذ طلب سماح اكيد طيب قبل ما نختم معكم هيك بالله سريعا نصيحه اليوم لكل صبيه عندها مشروع اكسسوار او حابه تبلش بهذا المجال انا من ناحيتي خليكي بشغلك ما تطلعي انه فلان قلدك وفلان قلدك وتعملي مناوشات يعني حبي حالك وحبي شغلك بالنهاية ما يعني انت قد ما طلعتي لقدام وحاولتي تقلدي ما حتوصلي اكيد يعني بالنهاية هلا انا من ناحيتي بصراحة لما تبلشي ويكون حدا يعني انا بصراحة اللي دعني على القصة هي هدى انا بحب الاكسسوار من انا وصغيرة بحب الميك اب بحب هالقصص كتير بس اللي هو شجعني هي هدى فلما بلش بيك مشروع يكون في حدا جنبي كفي معه ما كفي معه وبعدين نص الطريق خلصت انه دائما نكفي مع الشريك اللي هو بلش معنا حلو الواحد يكون عنده هاي الرفيق الداعم دائما لا ما بيخلى الامر اجباري يعني اي حدا ممكن يصير خناقات نقاشات وكذا بس هاي اللي جوا يعني انا مثلا بعرف شو هدى بعرف شو جواتها وهي نفس الشيء حلو الواحد يكفي مع الشريك اللي بلش معه كل التوفيق لكم بمشروعكم ونورتوا صباحنا لليوم واهلا وسهلا فيكم شكرا لك هدى سماح وكل عام وانتم بخير بخير يا رب